فيديو غريب انتشر قلب السوشيال ميديا، وظهر في الفيديو مدرس كان ماسك شهادة التخرج بتاعته وحرقها. تعالوا نعرف كل حاجة بالتفصيل من بداية القصة لآخرها. القصة بدأت من ساعة القرار اللي أصدره وزير التربية والتعليم الجديد، اللي هو عدم إضافة مادة اللغة الأجنبية التانية للمجموعة زي مادة الفرنساوي ومادة الجيولوجيا. ومن ساعتها الدنيا قامت ما قعدت، واشتعلت مواقع الاتصال الجماهيري بعبارات المواساة للمدرسين بتاعة المواد دي، وكلهم بقوا ترند. منهم اللي انتشرت شائعات بوفاته، ومنهم اللي خرج بفيديو كان بيعيط، وآخر حاجة كانت لمدرس اللي حرق شهادة الجامعية بتاعته وقلب الدنيا بالفيديو بتاعه. اللي حصل بالظبط ان مدرس لمادة اللغة الأجنبية التانية اللي هي الفرنساوي حرق شهادة تخرجه في فيديو على منصات التواصل الاجتماعي. المدرس وهو بيحرق شهادته علق وقال: قعدت فيها 22 سنة مش عايز الشهادة. الفرنساوي من يوم ما ربنا خلقنا وخلق التعليم في مصر وهو مادة أساسية، جاي تخليها النهاردة مادة غير مضافة، مش عايز الشهادة بتاعتها. والله العظيم انا غلطان ان انا اتعلمت وضيعت عمري كله في التعليم. طبعا الدنيا اتقلبت على السوشيال ميديا بعد الفيديو ده، خصوصا ان هو انتشر بسرعة، وعلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقالوا على المدرس اللي حرق شهادة تخرجه، وقالوا له: هو في ايه؟ ما انت كده كده بتشتغل ومرتبك شغال، بتكبروا الموضوع ليه؟ ايوه هي الدروس سبوبة حلوة، بس خلاص قدر ولطف واحمد ربنا على وظيفتك ومكانك. شوف كم حد بيتخرج ومش لاقي شغل. حد تاني علق برضو وقال: بيحرق شهادة مؤقتة علشان يلم ريتش وخلاص ويكسب التعاطف. مسؤول بوزارة التعليم علق على واقعة حرق مدرس لغة فرنسية لشهادة التخرج بتاعته، وده بعد قرار باعتبار اللغة الأجنبية التانية الفرنساوي أو الألماني مادة غير مضافة لمجموع الثانوية العامة، وقال إن المواد الغير مضافة للمجموع في الثانوية العامة الجديدة هتفضل موجودة ومش هتتلغي، وكونها خارج أو داخل المجموع مش هتفرق مع المدرسين. كمان نائب وزير التعليم علق على الفيديو، يا ترى قال ايه؟ نائب الوزير قال: عندنا نوعين من الناس، نوع مش فاهم الموضوع وبيمشي ورا الكلام، ونوع تاني فاهم احنا بنعمل ايه كويس قوي، وعلشان كده عاملين النوعية دي من الفيديوهات. واكد ان هيكلة الثانوية العامة بتهدف لتخفيف الاعباء عن الطلاب والمدرسين، وإعادة الطالب للمدرسة ليس في مصلحة أباطرة الدروس الخصوصية. وانتوا رأيكوا ايه في التصرف الغريب اللي عمله المدرس وقام وحرق شهادته؟